قعدنا في رجل في قبضة النساء. أستاذ إسحاق قبل الفاصل قلت إنه في أشياء لو كتبتها بشكل صريح بيقطع رقبتك. من بيقطع رقبتك؟ اللي بكتب عنهم أنت عارف. أنا خشيت كم قضية؟ كم؟ أنا خشيت في عهد الإنقاذ زي يمكن 25 27 قضية. دي اللي فتحت فيها القضايا وبلقى مجال للقاضي بشرح له يوم يومين في قضايا استمرت سنة ونص. الآن ممكن أشرح لك، لكن اللي بكتب عنه دي لو كتبت عديل كان زمان رحت هنا. طيب بيفتحوا لك بيفتحوا فيك قضايا لأنك ذكرت أسمائهم ولا هم مساهم طرف الصوت؟ الصوت وطرفه أسنان. شوفي أنا لما أقعد أعالج قضية كل حاجة عندها قطرة قدرة. يعني في كان في قضية لا تعالج صراحة، في قضية بترمز للأشياء يعني تقول يجيها، في قضية بتعممي، في قضية والله يعني الفراس وريشة. فبكتب عن القضية بقدر ما يكفي. طيب بتتفتح الاتهامات بشنو؟ يعني الزول بيمشي بيتهمك بشنو؟ في والله بيسموها ايش، انا السمعة. وبالناسبة اخر قضية او في واحد من الحركة الشعبية أظن كانت وزير ما أتذكر اسمها، رفعت عليه قضية وطلبت تعويض بشان السمعة بعشرة مليار. حتى القاضي قال لي القديم الجديد، قلت له بالجديد كويس ليه؟ لأنه كتبتها استقالت. في استقالت كتبت عملت مشيت في الجريدة استقالت. قالت دي شان السمعة. قال لي طيب كيف استغلتي؟ قالت دي شان السمعة كيف يعني؟ ففي نوع بس عايز تعويض سمع والله يسحق فضل الله هو الجديد ممكن تدفع مليار. حتى القاضي سأله قال لي 10 مليار الجديد ولا القديم؟ قلت له الجديد وكتبها. في قضية جريت لها سبحة؟ اضطريت تجر لها سبحة؟ أنا أي حاجة كبيرة عندي بجر لها سبحة. أي حاجة كثيرة يعني. 2 صباحا 3 صباحا ربنا يفكر منه وخلاص. يعني ما جنية. ما جنية ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت بتدافع عن الإسلام، بتتكلم عن الدين الإسلامي كثير. والإسلام ما دين فحشاء ولا لغو ولا غيره. yes. أنت تستعد كثيرين جدا بكتاباتك وباتهاماتك وبالألفاظ التي تكتب بها. كيف ذلك؟ طيب. التناقض. لا ما بفهم التناقض. قولي لي قضية واحدة أو مرة واحدة هبشت فيها إنسان كثيرين. لا أنا عايز أقول لك قولي قضية واحدة هبشت فيها إنسان ما يكون البادي هو. أنا ما بدي حد لكن بتمه تمت الكعبة شديد خلاص في الناحية تعشق المعارك يعني. ما تهبشني كويس. أنا بذكر يعني يتكامجنا شغل عسكري يعني في العسكري يقول كماج معناه اشتباك. اشتبكنا مع 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 واحد يعني كاتب هو أنا كاتب. بذكر يوم كنا في السويد أنا وهو جمعنا مصعد يمكن طالع لفوق دقيقتين ثلاثة. أنا متأكد إنه دي كانت أطول دقيقتين في عمر الراجل ده. ليه كان في شنو بيناتكم؟ لا هو المهم المعركة ما خلينا فيها شيء. أها كويس؟ صحافة. معركة كلامية؟ ها؟ كلامية؟ كلامية طبعًا. وما بالأيدي؟ لا 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 لا. بالكتابة. كويس؟ بعدها لما يتلاقينا في المصعد الراجل غلبه يودي وشه وين؟ لأنه بداها وبداها وأنا تميته بعنف. العنف ده جايبه من ساحات الفداء؟ ما من ساحات الفداء. من وين؟ أقول لك حاجة. يعني الناس يعني من يحمل البندقية لا 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 لديه أقول هذا العنف. أقول لك حاجة. الناس من الكتابات شايفين أنه إسحاق فضل الله الكتابات والمظهر ذاته إسحاق فضل الله عنيف وشرس. حتى بذكر في البيت كنا في البيت يعني واحدة قريبتنا كده جات مارقة اللي كانت في بيت طبعا البيت السوداني فيه حوشين حوش كده جات خشي الحوش القدامي لقيتني قاعد في الوطاء ومضحك مع طفل حقها صغيروني كده يعني وانا بحب الاطفال جدا بشاغل فيه واضحك وما اليه عين كده برا استغربت رجعت لهم قلت لهم هوي 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 واسحاق بضحك اسحاق فضل الله والله يعني بينه وبين العنف يوم وضحاها سبحان الله ويش وكاد اقول لك يعني مرات الواحد بتوجع لدرجه الهباله
حصل يوم ضربت زول ولا زول ضربك؟ زمان ايام الشباب يس، لكن بعد لا. بس فانا والله لا عنيف ولا خشن ولا ولا، لكن انا بكره العدوان. العدوان اذا في الشارع لقيت زول معتدين عليه وبخش فيها. ساحة الفدا ماذا تبقى منك؟ ساحة الفدا نجضت لي انه الشعب السوداني ده مسلم صح. كيف؟ القتال اللي شفته بعيني ده ما بقاتلوه الا مسلمين صح، مسلمين حقيقة. وين اخواتنا سيبة من الموضوع ده كانوا؟ لا الناس خشوا في بعض يعني خشوا في بعض، يعني اهل الزاد، اهل الاعداد، اهل ما تعرفي يعني من هنا. فكان اللي بيجهزوا اي حاجه النساء بيجهزوا، بينظفوا السلاح، بيجهزوا الذخيره، بيجهزوا الزاد، بيجهزوا الملابس، بيجهزوا ودعوا لحد يعني ما فاضل لي يصلوا. هل بتتمنى انه يرجع ثاني؟ ناس كثير من المجاهدين عندنا واحد كان شغال في الاعداد بعدين بيحكي هو انتهى في اليوم فوي الفوي يعني المجاهدين رجبوا ماشيين ورجع البيت اخر اليوم رجع قال بيحكي قال خشيت من على تي كذا مالك؟ قلت له فوقنا المجاهدين. قلت له انت حارس شنو؟ استاذ اسحاق يمكن كثيرين كثير من المجاهدين يمكن كانوا مغاضبين بعد نفاشة لانه كان بيتكلموا عن انه يعني دماء كثيره هدرت وكذا. كان وين موقفك الفتره الاولى؟ انا ما زلت بعتقد انه يعني المعركة كبيرة جدا ونفاشة يعني الناس خشوا فيها عشان شوية ياخدوا نفس. والجنوب نفاشة عملناها ونحن خلاص بيننا وبين نملي محطة كويس؟ كان ممكن نخش نملي والسلام عليكم، لكن عملناها أو الدولة عملتها. أنا ما بخش في الناس أكيد الدولة عملتها لأنه الدولة ما كان عندها مليون دولار في الخزنة بتاعتها خلاص. هل حصلت تجاوزات؟ في شنو؟ نفاشة مفاوضات يعني؟ المفاوضات ما حاضرة يعني على عثمان ومجموعته نحن قضينا معهم أسبوع بس وأسبوع حمنا فيه نعامة كده طويلة يعني بس مع عندها معي مزاج كويس والله كان من دون خلق الله تسكن يعني وفي شوية يعني عدينا أسبوع سمح جدا. لكن المفاوضات في ذاتها تحت الواطة كانت صعبة جدا وأكبر خدعة أخذها قرن أنه افتكر أنه خدع الشمال. قرن لو كانت السماء واحدة كنا انتهينا. طيب فالناس لعبوا عليه وبلعوا. استاذ اسحاق انت قبل شويه قلت انك بتحب الاطفال جدا لكن كان عندك موقف رافض جدا للزواج حتى يعني الفتره الاخيره ضغطوك عليه يعني. انا في الاول مرحله الاولانيه كنت مشغول بحاجات ثانيه. في المرحله بتاعت الانقاذ كنت كيس لي حوريه ابد. لا وانت شاب الا تثيرك المراه؟ ايوه لكن كان عندي ما هو اهم من هذا الجهاد ابدا. طيب كيف كنت بتعاين بعينك للنساء قبل؟ ايوه 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 لكن الاهم كان شنو من الزواج؟ عندي اخواني اطفال وابوي كبير تبي تربيهم كويس؟ عشان كده يعني كان دي حاجه والزواج يعني المراه لم تكن اصلا في الصوره في حياتك بنت الجيران بنت الاهل ما ايوه لكن لكن انت في حاجه واحده الانسان بالذات لما يكون لسانه طويل احسن يعمل حسابه كويس وانا عامل فيها انه سيد الناس ما حبيت يا استاذ اسحاق دي خليها لا كده بقول لك بقول لك يعني الواحد كان يعني حكايه الواجب الاولي ده انه يدفر الشفة عديل لحد ما الحمد لله يعني كبروا والبقى قاضي والبقى محامي والبقى كده. الزواج سلبي يعني كان بالنسبه لك ما زمان تكاليفه ما كثيره ايوه لكن تكاليف الحياه كويس كان حتبقى حاجه ثانيه كويس. فالزحمه الواجبات كان اجلتنا لما الشفه كده كبروا
واتلفتنا وقلنا ان الزواج جات الانقاذ. الانقاذ بقت حاجتها. استاذ الاختلاف بين كنت زول من اسره عاديه والان انت تعتبر ثري، اذا كان زول بتاخذ 30 مليون في 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 الشهر يعني. الاختلاف ده انا شوفي سؤالك ده يعني ان شاء الله الموضوع يكون لله، لكن انا لحد الان لست سريا لانه بعرف حاجه واحده، الواجب واجب كويس، يعني ما باخذ قروش بكدسها، باخذ قروش بوزعها على الواجبات. وعندي الواجبات ما يكفي الحمد لله الحمد لله. فهو انت سالتيني وان شاء الله يكون لله. من هي المراه التي شكلت نقطه تحول في حياه استاذ اسحاق؟ مطلق مرأة ولا بالنسبة لي يعني مطلق مرأة. شوفي أنا طفل صغير يعني بتذكر من عمري 5 سنين 6 سنين بتذكر الفترة دي، وأنا طالب في المتوسط والثانوي، وأنا طالب في يعني المرحلة العليا، وأنا موظف، وأنا أعظم امرأة عندي في الوجود الحاجة الله يرحمها كويس. يعني شوف أقول لك أتذكر لحد الآن جيت في وقت متأخر ما يريد، وأنا طفل يعني 9 سنين 10 سنين كده، جيت لقيت البيت نايم بالراحة، سللت كده الفراش بتاعي ورقدت أشوف ليك زولا، قامت قالت عين كده إسحاق عملت نفسي نايم، جات تهبش في بطني لأنه أنا غايب من الساعة 10 صباحا يعني على شوفي مين أكلت ما أكلت كويس. فاللحظة الناس بتذكر الله يرحمه. لماذا الرجل السوداني بيحترم أمه أكثر من زوجته؟ لأنه رجل. بمعنى لانه رجل، بمعنى ما الزوجه دي في ام في يوم من الايام. لا ما شوفي دي في النهايه برضه حتبقى عندها ناس عندها اولاد. يعني ليه هو انت ما بتحترم المراه الا لما تجيب طفل ابدا؟ لا 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 طيب. شوف نحن عندنا في الغنى مقنع الكاشفات كويس. الدوله الوحيده الفجور فيها ما معلن السودان. أنا حمت أفريقيا وحمت العالم العربي ومصر عندهم ما تعرفين، وحتى فجور بمعنى شنو؟ فجور في شنو؟ في ازاي؟ في الأخلاق، في التعامل مع المرأة كويس. أكثر المرأة محترمة في العالم الأفريقي والعربي وأوروبا طبعا مفهومة السودان، محترمة السودانية من قبل الرجل يعني. يس تماما. والعنف اللي بيحصل والاغتصاب اللي بيحصل ده عملية إحصائية، عملية إحصائية بسيطة جدا، يعني احصائي بسيطه جدا. يعني ما زي برا في مصايب يعني. طيب استاذ اسحاق، لو قدر لك انه يعني كان تلاقي والدتك في الفتره دي، يعني الحوار اللي كان حيدور بينك وبين شنو؟ فترة. وانت الان كبير الآن يعني. وانا الان شيخ. الناس هي توفت قريب يعني. الله يرحمه بعد زواجك. توفت قبل 4 سنين. هي كانت سبب قبل 4 سنين. قبل 4 سنين. وبالمناسبه العمل عيد الأم في السودان يتعمل في مصر، النقل السودان أنا ونقلته عشانها هي. يا سلام الله. حقيقي بخير ربنا يرحمها إن شاء الله كويس. طيب بتقول لها شنو؟ بقول لها شنو؟ بقول لها الله يكتر خيرك على كويس، على عملتني راجل الله يرحمها يا خير. بقول لك حاجة، كيف بتقيس الرجال يا شيخ؟ السلوك، سلوك الصح يعني. الرجالة الشجاعة في وقتها، النبل في وقته، العطاء في وقته، أي حاجة في وقتها كويس؟ دي الرجالة، لأنه الحاجة ما تعملها ما في وقتها معناها خفتها معناها ما راجل خش الباب كده كويس؟ ما من حق الإنسان يخاف؟ تخاف لكن ما يسوقك، الخوف ما في حد يوم خاف، النبي كان بيخاف صلى الله عليه وسلم طيب، لكن ما بسوقه. المسافة بين الشجاعة وبين الجبن، أنه يسوقك الجبن تهرم ده جبن، لكن تحس بالخوف والسك الخوف ذاته تضعف الخوف، ده الرجاله يا حبيبي. احيانا بنخاف على زوينا طبعا، بنخاف على اولادنا، بنخاف على الوطن طبعا. لكن بيتخطوهم بوراك وتكاتلك تعالى الجن حتى لو يتأذوا يا بنت اخويا اسمع. انا شفت الجدات
الجداد جدادة في أخوة الجدادة بتكلم عن الدفاع عن سواسيه. أقول لك حاجة، أنا بذكر زمان كنت طفل قفلت لي كنيسة في 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 أوضة عايز أقتله. الكنيسة دي عملت في نعم هاي يعني وتنجمع وتجي نقطة يعني نمر الأمومة. بقيت في رقبتي. طيب أستاذ حاج رأيك شنو في تعبير تعبيرنا نحن كسودانيين نحو حب الأم؟ يعني حبنا لأمهاتنا التعبير نحن بس خشنين، أي واحد بحب أمه حب صح، لكن باعتبار أنه يعني التعبير عن الحب ده ضعف. نو ما ضعف ما ضعف. يمكن حتى الصورة قلتها زمان كتبين يا السوداني الرجل السوداني زي حبة الأناناس، حبة الأناناس من برا مغبر أو شوك وقبيحة وما تعرف، ومن جوا حاجة ناعمة لكن طعمه لاذع. أيوة خلاص ده السوداني طعمه لاذع لاذع، لكن دي جزء من الحلاوة ذاتها. كم مرة بعد ما تزوجت قلت لزوجتك أنني أحبك؟ والله كثير، لكن بطريقة على الملأ ولا في الخاص؟ لا شوفي اقول لك مباشر ولا أقول لك مباشر حاجة. اقول لك حاجة، انا بتذكر يعني لما حصلت يعني شاكنا قدام امها وبكت مسحتها قعدت امسح عليها في دموع كويس لانه ده كوم وده كوم ثاني. هي الرجال لانه شوفي البهين المراه ليس رجلا، البهين المراه ما راجل. طيب رايك شنو في فتيات اليوم العصر ده؟ انت عايزه ما اطلع من الاستوديو لا لا حبيبي رايك شنو؟ والله اكلنا 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 الفيسبوك كويس، لكن انت بتجيب لبيتك ايه جالكسي معناه داير الفيسبوك. ايوه فرق بين انه الواحد يعرف الموج وبين انه يخلي الموج يشيلها. انا بعلمها السباحه متوريه يعني مش اخليها الموج يشيلها كويس، اجيب لها الجالكسي واوريها المحطات واوريها الشغل وكذا وكذا عشان الموج ما يشيلها كويس. يعني المشكله ما في بنات الزمن، المشكله في اهلهم في استخدام ما يوجد في الزمن الان. استخدام ما يوجد في الزمن الان استخدام كعب جدا مطلوب جدا سيء جدا. انا يعني وحتى اقول لك حاجه عشان تعرفي النوع ان في نفسها محترمه جدا تلقيها ما تعرف أي وقت الصلاة خدت لها طرحة وصلت. حلو. تغيم الوحدة من لبسها؟ كثير. ليه؟ طبعا اللبس تعبير اللبس تعبير عن الذات كويس؟ هي اللبس تعبير عن الذات لما هي اللي قالت ما قلت أنا هي اللي قالت فقالت إسحاق من تبقى رقم الصحفيين؟ صحفيين الأساسي يعني أخواني ملانا كلهم داخل معهم في معارك صحفية لا الآن ما عندي معارك والحمد لله الباقي. حتى ولو القديمة هل رجعوا لك؟ أنا عشان ما أذكر أسماء لكن في يعني كثيرين كانت إساءات شائنة كثيرا في حقهم يعني وكتابات ومهاترات هي ما مسجلات كانت في حد المهاترات. من تبقى لك من الصحفيين؟ وهل في علاقة الوقت بينك وبين الناس دخلت معهم في إشكالات زي دي؟ أقول لك حاجة أنا لم أستخدم عبارات شائنة على الإطلاق استخدمتها ما أذكر وأذكر أسامي استخدمتها كثير لا تذكريني في حاجة ما بقدر أقولها شوفي والله ما بقدر أقولها أقول لك حاجة أذكرها وأحفظ أعمدتك أقول لك حاجة أقول لك حاجة أقول لك حاجة أنا جراح ولست جزارة جراح ما جزار بقطع بنسوي للدم لكن جراح وليس الجزار احيانا بتبتر احيانا قاعد تبتر الجراحه برضه حق الجزارة. جراحه ما جزاره لكن طريقتك في التشريح طريقه جزار ما طريقه جراح لا 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 هذا ظنك وليس لا ليس ظن يعني ظن. انت حينما تكون لاذع ويعني تاتي بالصميم حقيقي لا يحتمل القارئ قراءه ما تكتب ما ندمت انك خسرتهم؟ لا ما ندمت انك خسرت زملاء الصحفيين معك؟ اقول لك حاجه ليه؟ لا ليه؟ لانه الحاجه بحسبها حقيقه بحسبها بدقه نعم كويس؟ بعدك بشط يعني ما بكتب وانا اعمل بعدك اقرا بكره انخلع نو واقول لك حاجه حصل مره كتبت ضد واحد وكتب وكتبت وكتب كويس؟ نعم المقال الثالث كتبته طبعته نسخه واحده هو ما كتبت انا كويس لا ما قال لي حاجه ما نشرته احدهم اوقفه ما نشرته ما نشرته المقال الثالث وديته له نعم قلت له قسما العظيم بكره انا انشر ده
طيب سكت وسكت. يعني انا ممكن اصلا ده ابتزاز. ده ابتزاز يا استاذ. ما ابتزاز. ده ابتزاز. لا 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 انا ممكن اعملها كمان انا هنا، لكن انا عايز اوقف الكلام الفارغ ده. استاذ اسحاق لو اي زول غيرك او اي صحفي غير اسحاق احمد فضل الله كتب ما تكتب يعني اني ما تورك، من يحمي اسحاق؟ من يقف وراء اسحاق؟ اقول لك حاجه، انا مفتكرين انه اسحاق عنده حمايه ضخمه جدا قسما عظما، لا يحمي اسحاق بعد الله سبحانه وتعالى الا اسحاق. مسدسك. مسدسي لسه ما استخدمه طبعا. ما استخدمه. محتفظ به ولسه. انا بعمل حساب تقيل جدا، انا يعني اكثر حاجه بتعوز منها في بتعوز بالله سبحانه وتعالى منها ان اقتل لي مسلم ابسويها. ولا يجرح لي اجرح لي مسلم بالسلاح ابسويها. يعني محتفظ به حتى الان؟ محتفظ به ولكن ما بستخدمه. اقتل لي مسلم؟ عدم شعور بالامان انت تشيل سلاح. ايوه انا عدم شعور بالامان انا عندي كثير خالص. ما جاي من هواي. من متين؟ من ما بقيت تكتب؟ والله من قبل 8-9 سنين كده المساله بقت فيها يعني مما خش الجنوبيين الشمال. كويس؟ خايف على روحك ولا على اهلك؟ ما وكله هذا وهذا يعني. كويس. فكان في نوع من الاستعداء، نوع من العدوان، نوع حتى انا بتذكر مره ماشي زي الساعه كذا بالليل في لفه شارع الغزافي ما قلت على حد لكن حصل في اطلاق نار. لا 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 ما اكثر حاجه قلت لك ما انت ما بتعرف تنشن. طيب لكن انت كنت انت بتشعر بالخوف في لحظه كنت بتتمنى الشهاده. الشهاده شيء ما قلت لك لا. هو حد قريبك بخاف؟ قلت له مش كده بيبي سيو. قلت لك الخوف الممنوع انه الخوف يسوقك. ما في حدا بيشعر بالخوف، اي حد بيشعر بالخوف. لكن الفرق هو في ناس الخوف بيسوقهم وده العيب، وفي ناس بيرغموا الخوف انه يقعد في محله. نعم. طيب استاذ اسحاق، يعني لماذا انت ناغم على الامين العام للحركه الاسلاميه وبتقول عليه ضعيف جدا؟ الفتوى المرحومه التراب ولا الزبير العام؟ حاليا الحال ضعيف ضعيف يعني كده. انا شايف الحاصل وشايف اللي يعني ما يحدث الحركه الاسلاميه. نعم. هو السبب فيما يحدث في الحركه الاسلاميه؟ ضعفه. ده رايي انا. ضعفه جدا. كان ممكن يعمل شنو؟ موقفه كان ممكن يكون شنو؟ شيخ حسن كان بيعمل شنو؟ شيخ حسن ما كان بيعمل شنو؟ ترابي ما كان بيعمل شنو؟ قوي جدا. كلمته تمشي بلد. كويس؟ شيخ الزبير نو كلمته ضعيفه. طيب ديما عنده علاقه بالفكر والكاريزما وشخصيه ممكن تقولي ممكن تقولي، لكن يعني حجم الامين العام للحركه الاسلاميه الان ومقارنه بحجم الشيخ الترابي الله يرحمه ده هي اللي اذته. طيب بترشح منه بعد الترابي؟ ما شايف حد يعني. لا يوجد في الساحه احد. كان ممكن يكون على عثمان، كان ممكن يكون هو الخليفه بتاعه، لكن علي برضو يعني انت قلت علي غتيت وما بيتكلم. تفتكر عدم كلامه ده ليه؟ لانه عارف. عارف شنو؟ عارف المؤامرات ولا عارف اللدني؟ عارف الناس وعارف تحت الواطة وعارف المؤامرات وعارف. انت عارف الان على عثمان اعتذر ليه؟ لانه زي كانه بيعتذر لله سبحانه وتعالى عنه ما قادر يعمل حاجه. كويس؟ اذا تكلم بخربه، اذا سكت بخربه، ما تعرف. وعلى عثمان من أزكى خلق الله، لكنه طيب هي ما كده خربانه خربانه، لكن المجموعه الاسلاميه مجموعه قويه جدا لو ما كان مفككه. يعني في تفكيك كده. طيب هو ما سبب هذا التفكيك؟ لا عثمان سبب الانفصال اللي حصل بيناتهم. ابدا ابدا. من السبب؟ لا لا خليه. لا 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 دي قضيه. لا دي قضيه. لا 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 لا. عندك مقوله قديمه بتقول فيها انه ما بيؤمن بالانغاز كافر، لحد ياسي انت مقتنع بالمقوله دي؟ مش كده، مش على الجمله. انا قلت لهم يا جماعه الانقاذ حكومه اسلاميه، من يقاتل شرع الله فهو كافر. كاف الف ف ر. ده الدين بيقول كده. واقول لك حاجه، من ارسل لكي تكفر؟ اقول لك حاجه، اقول لك حاجه. انا جبت هذا على رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. حتى من يكفر يا ستي اسمع، حتى انا الغاز ما اسلاميه. انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك طيب كويس. انا بتكلم بالمصحف. كويس. المصحف انا بقول لك
ايوه تفسير، قل لي ايوه تفسير في فهمي انا، انا لا ابو حنيفه ولا الشيخ الشعراوي ولا ولا ولا. لكن بعرف حاجه واحده، الناس الان الدين عندهم انك ممكن تعمل اي حاجه تضر المسلم. نو ما ممكن تقاتل الاسلام وانا مسلم، تقاتل الشريعه وانا مسلم. استهبل ربنا. طيب رايك شنو في الفتنه الكبرى؟ رايك شنو في الفتنه الكبرى؟ الفتنه الكبرى قالت تهدم الاسلام؟ نو الفتنه الكبرى كانت ضد الناس، ضد فلان، فلان ضد فلان، وليس ضد 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 ما الدين. مسلم ضد مسلم، ضد مسلم ضد مسلم شيء، لكن مسلم ضد الدين دي شيء ثاني خالص. انت الان تتحدث عن الانغاز وليس الدين، هل الانغاز هي الاسلام؟ نعم. وبقيه الاحزاب لدينا احزاب حزب الامه غيره كلها احزاب تعتبر اسلاميه، خلفيات اسلاميه. شوفي 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 الدين ما يجي الدين مسلم وود عمي مسلم، الدين اللي بعرفه انا مع الشريعة. حتى الفكرة فشلت. ما لا ولا ولا حد. أين الشريعة وأين مشروع الحضاري الإسلامي يا أستاذ؟ ولا حد ولا حد ولا حد. الفشل فشل بشري. اللي بعرفه أنا أنت مع الشريعة أهلا وسهلا. إن شاء الله قعدت في بيتك لكن مشاعرك أو ما ضدها أنت مسلم. كويس؟ مع الشريعة مسلم، ما ضدها مسلم، لكن ضد الشريعة علي الطلاق كافر ما عندك أي حاجة. كلمة الشريعة الإسلامية دي وعاء فضفاض، رداء فضفاض جدا. كويس؟ قولي لي دي ما من الشريعة، أنا معاك. دي ما من الشريعة، أنا معاك، لكن تقول لي شريعة والقرآن ضدها. طيب الآن الآن مثلا قلت من وقف ضد الإنقاذ وعاء للإسلام. كويس؟ يعني الانقاذ لو قلت لي تقول ضد الشريعه يا استاذ اسحاق. نعم تقول لو ما وقف ضد الشريعه فهو كافر. ما في النهايه ده وعاء، ده وعاء للحكايه دي. يعني مثلا اقول لك الـ 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 المصحف، المصحف المكتوب. كويس؟ المصحف المكتوب ورق في النهايه ورق. نعم. لكن تجيعي وركب. كيف تقرا المصحف؟ كيف كيف تقرا المصحف، تفسيرا ام تاويلا؟ هذا وهذا. انا 200 كده و200 كده. اقول لك حاجه، الحمد لله رب العالمين، الان بقرا في طاشر التفسير، قريت تفاسير كثيره خالص الحمد لله رب العالمين، لانه حبي في الدنيا التفسير. كويس؟ قريت تفاسير كثيره خالص ولسه بقرا. يعني اخر حاجه بقرا فيها بتاع المنار، تفسير المنار بتاع المنقول عن محمد عبده. طيب طيب يعني ده من التفسير الموجز الممتع جدا، وصاحبه مات ومات الله يرحمه. كويس؟ لكن يعني بقراه بصورة، لأنه كتب في الأربعينات، بلخص لي حاجات كثيرة خالص خالص. بستمع وبقرأ للشعراوي، لأنه الشعراوي جمع ثقافة حديثة كثيرة جدا. بقرأ تفسير الموضوعي، تفسير الموضوعي اللي يعني خطاب لكذا وكذا، بعض تفسير حديثة يعني. بقرأ اللي يعني تفسير مفسرين حديثين. كإمام مسجد بتقرأ لهم القرآن كيف؟ بما يفهمون أم بما تفهم؟ أنا كإمام مسجد وصلت مستوى أنه أنا بتكلم بغير الخطبة الدارجة. طيب لأنه المنبر أمانة. نعم أنا بعرف جدا اللغة، أقول لك اللغة تعبط شرع بعرفها. لكن بكون خنت المصلين. في ماذا تحدثهم؟ بحدثهم دائما في حقائق الإيمان والعصر، حقائق الإيمان والعصر، لأنه التصور بتاع الناس للدين تصور غلط، تصور غبي، تصور كده يعني الضحلي جدا، تصور حكاية. صدقوك؟ ها؟ صدقوك؟ والحمد لله رب العالمين، الزول في المنبر بحسب الناس حوالين تحته. كويس؟ تحت المنبر في خيط، أول ما ينقطع بتحسبه طوالي. يعني ما استغليت شغلك السياسي في المنابر؟ السياسة دين والدين سياسة. نعم، لا الإقناع بفكرة معين. أنا بقنعهم بالدين. كويس؟ الدين ده حصان تركبوا على كيفك. نعم أستاذ حق، بيقولوا إنك ما بتحتذر للي أنت بتخطئ في حقه. طيب الاعتذار ما لحد من الدين يعني؟ لحد أول ما اعتذرت لمن؟ لحد أول ما اعتذرت لمن؟ كويس؟ واحد يعني كنت عايز أبكش معاه. تبكش؟ كويس؟ ايوه اقول لك حتى عالم النساء تستخدم البكش انت؟ اي عنده ولده جاب نمره سمحه جدا. كويس؟ قلت له والله يا اخي جبدته امه. كويس؟ زعل اعتذرت له كتابته.
نعم ترى الله يخلينا يعني قاصد بهكي شوية لا ده ما نوع الاعتذارات اللي بنتكلم عنها احنا نتكلم عن اعتذارات الخصومات الكلامية والإعلامية والفكرية اللي بينك وبين ناس تاني قاعد تعتذر عنا ولا لا لما أخطئ يقول لي أخطأت في حق فلان ولم تعتذر لكن أنا صراحة تمشي أعتذر طيب لما تشوه سمعته ده ما ممكن ده ما خطأ يا بنتي قلت لك جبال ما ببدأك لكن ما تبداني انت الرسول عليه الصلاه والسلام حتى اليهود اللي كانوا بيؤذوه ما كان بيرجع بيؤذون بيبدوه ولا يبداهم هو اللي هم اللي بيبدوه هم اللي بيبدوه يعني ناخذ قصه اليهود اللي كان بيجيب خطلي والروس قدام البيت لما غاب ما سأل منه يعني طيب انت بتسوي كده انا منين قال لك انا نازل بسال منه شوفي الكتابات حاجه والشغل الشخصي حاجه ثانيه يعني انت منفصل عن الكتابات الصله الشخصيه الصله الشخصيه منفصله انا ما بنسى يوم كنت يعني كنا بنكتب انا وضد في الانباء واحد انا ضد رئيس تحرير الصحيفه طيب. هو يكتب وانا الصحيفه اللي شغال فيها شغال فيها هو يكتب وانا اكتب خدتنا قرا يوم واحد جاء داخل لقانا قاعدين نفطر وتونس ونضحك قلنا والله انتوا تستهبلونا ساكت انا قلت هي خاشي لقاكم ماسكين في حلق بعض وهم. طيب ماذا يستفيد القارئ من جنب الفكره نحن بنناقش فلان سمح وفلان كعب وفلان مجنون فلان بنناقش الفكره الفكره درايه ودراي الملاكمه الافكار هي بتلاكم مش الايدي وليس الايدي لكن الاسلوب بعض مرات بيكون الاسلوب بقى ده حاجه كل واحد حسب لا ما الاسلوب يعني الان بنتوا بحملوكم وزر انه المهاترات الاعلاميه الان اللي بتصدر ما بين اعلاميين انتوا كنتوا سبب فيها لا علمتوا شوفي الشتيمه ابدا احنا مستوى راقي جدا بيقول الشتايم دي من اي مستوى راقي جدا كيف يعني الشتايم ايوه ورقي. شوفي انا لو كنت يعني كيف كنت طلبت منك تجيب لي النماذج كويس لانه اللي بعرفه انا ولله الحمد والمنه انا بعرف اقول ما لا يقال بلغه راقيه جدا اقول لك واحد قال له يا اخي الشعراء يعني يقولوا المطولات في الهجاء لا يذكرهم احد انت تقول لك بيتين الدنيا تقوم قال نعم انا ما حي يقول لي زول انت حمار اقول انت حمار بقول له ديلا كادرينك وضنبك وسمى روحك وانسي بس فنفس الشيء انا ما عارف بقول شنو بقول طيب. بقول كيف نعم استاذ اسحاق الانترنت مليان بالسباب والشتايم في حقك حتى انه في ورد لك يعني ورد رسمي كاركتيري عن مقالاتك وانت بتكتب مقالاتك في الحمام كيف بتقراها شفته كده شفته والرسام ده انا بعرفه كويس رسام شاطر ولا ما شاطر لا بعرفه كان زمان كده لكن ده يعني ما بهتم له لانه لو يخر لو بهتم بالنوع ده كان مت زمان وما بتشوف عليه رسائل الانترنت شباب الانترنت لا احيانا انا يمكن عندي احباب كثيرين جدا وعندي اعداء كثيرين جدا في الشارع بمشي يا شخص حاجة يا أستاذ حاجة هلا وسهلا ما تعرفي أجي في حتة يتلموا الناس وكذا وكذا يعني أحيانا المعرفة بتطلعني من هناك لكن برضو في ناس يعني الليلة دي لو قالوا لهم إسحاق فضل الله مات قالوا لنا مات إسحاق فقلت لهم ذاك الدواء الذي يشفي من الحمق والله يزغردوا كويس عشان كده أنا لا أهتم لهذا ولا لهذا طيب هذه خبر رجل مخابرات سابق كتب في ورقة صفراء لأحد معاوني الرئيس عربي داعش لا يفهم سوى إسحاق أحمد فضل الله خبر علاقتك شنو بداعش وماذا تفهم عن داعش والله يا سيدي شوفي داعش اللي بعرفه أنا كانت مجموعة من المجاهدين الغرب الذي يقاتل داعش ليه لأنه لا بقدر يقاتل داعش بصورة نظيفة كده ولا بقدر يخليها عمل شنو؟ عمل 10 نسخ من داعش نسخة من داعش نسخة من داعش نسخة من داعش عمل 20 نسخة من داعش وخلى النسخ دي ترتكب فظايع ما يعلم به إلا الله وقال للناس داعش هذه دي القصة كلها كويس؟ أنت مختلف ولا متفق؟ أنا لحد الليلة شيخي هو أسامة بن لادن العجبك فيه شنو؟ أسأل الله أن يحييني مع محيط مع بلادي لكن أن يبعثني مع بلادي أو شوفي خلينا أنت قلت إنه راجل خلينا راجل
راجل واحد مدوخ الدنيا كلها كتر خيره كتر خيره راجل واحد يعني انت بتحب الرعب ده الان هي صديق للحكومه يا ستي الان امريكا في الطريق يعني للتطبيع مع السودان انا بتكلم عن بن لادن ما هو تخويف امريكا ثاني كلنا بنتكلموا عن بن لادن بن لادن قتل يوم 1/5 عام 2011 نعم كويس يعني قبل 6 سنين نعم كويس صح قتل هناك قولان الناس بيقولوا ما قتل لا لا قتل نعم واحد جاك في المنام واحد ما جاء في المنام لكن استعداد امريكا يعني كمجاهدين الان الامريكا لكم تسلحنا يا ستي شوفي المرحله دي مرحله القتال في القتال لا في ينبغي ولا في ما انه ولا في والله يا اخي عن اذنك اريد وانا اقتلك ده كلام فارغ ليه لسه ما في ساحات الفداء قاعد وانت قاعد فيه اي ساحات الفداء وليكم تسلحنا يا يوم القتال القتال ما بتخلي فيه حاجه وراك بتقول اي شيء بتعمل اي شيء بالمناسبه في 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 الاشتباك بغادي اسال العساكر والمجاهدين في الاشتباك بنعني بكون المشتبكين بينه وبين العدو زي الشارع ده يعني حاجه بتاعت غير 100 متر بنسمع بعض شتايم لا تطاق استاذ الحق في اثناء القتال نعم كويس ضد الحرب نعم بس حق انت طيب بتقول الان احنا في حاله سلم كان زمان حرب لكن انت لسه بتحارب بقلمك ايوه لانه لا الحرب انتهى وقت الحرب لا لا ابدا انتهى وقت السلاح دودو تم تم ده انتهى لكن القلم لسه شغال شرفتنا ونورتنا كثير والله كتر خيركم لكن الاسئله لو كنت عارفها كان عملت فيكم عمل شكرا جزيلا لك استاذ حاج احمد فضل الله شكرا لكم شكرا لبنى وملاذ طيب انا بما انني في منزله بين المنزلتين استاذ حاج كتر خيرك شكرا يا داليا وشكرا استاذه لبنى شكرا لكم قبضه جديده ورجل جديد